استاذ نزار، شو الاسباب البيولوجيه ورا هالحاله؟ هل هي ظاهره مرتبطه بالهرمونات او انه صايره موضه؟ لا، اليوم الدراسات كلها بتاكد انه معالجه هذه النزوه اصبحت ممكنه. لهالسبب في معنا الطبيب منير هلا بيشرح لنا كل التطورات، وانا بدي اقول لبنتك ايمتى تعايشت بالموضوع. نور، انت ايمتى اكتشفت انه عيونك خضر؟ يلعن هيديك الساعه، يا ريت تعطيت مخدرات ومش هالشغلة. هو فعلياً لما نضيع المشاهدين أصحاب العيون الخضر من الناحية الجسدية ما في شيء بيميزهم عن الناس العاديين أو الطبيعيين، وإذا عملنا MRI أو سكانر مثلاً كمان دكتور، ما في شيء بيفرقهم. هي أسلوب حياة، تربية خاطئة، ولا جان غلط، ولا وبا؟ كيف نتعامل مع هالآفة؟ لك ست سنة، أنا بروح اليوم عند الحكيم بقول له عندي أنا مشكلة بالغدة، بقول لي هيدي شغلة وراثية، هتعالج يعني؟ هاي هرطقة. ما تواخذنا عن قطش، بس هيدا موضوع حساس عند الكل، يعني فيها بكرة نور تيجي تقول لأمها أنا صار عندي أصحاب عيونهم هيك، أو شو بعرفني أنا، بركة حبيب عيونه هيك. بعيد الشر. في أهل بيقولوا لي لبلنا لون عيونها لبنتي، وكأنه في بإيدي ريشة وعم برسم لها بوبو العين. هلا مزبوط انه الطب تطور، بس مش شغله الطب يعالج الاخضر واليابس. هذا مش بيطلع؟ انت عم فكر بس